سنتيمتر من السنتي للمليمتر. كنت بقى بدي العلاقه بين الاطوال، لما اجي احول من كيلو متر للمتر كنت لازم اضرب في 1000، لما احول من المتر للديسي كنت بضرب في 10، ومن الديسي للسنتي كنت بضرب في كام؟ في 10، ومن السنتي للمليمتر برضه كنت بضرب في 10. دي كانت العلاقه بين الاطوال. طب بعد كده خدنا العلاقه بين المساحات، كانت من كيلو متر مربع للمتر المربع، ومن المتر المربع للديسي متر مربع، ومن الديسي للسنتي متر مربع، ومن السنتي للمليمتر مربع. كنت بربع الكميه دي هنا، كنت بضرب في 1000، هنا اضرب في مليون. كنت بضرب هنا في مليون، مليون يعني ده مساوي اصفار. ومن المتر المربع للديسي متر مربع كنت بضرب بضرب في 100، ومن الديسي متر مربع للسنتي متر مربع هضرب في 100، ومن السنتي متر مربع للمليمتر مربع هضرب في 100. طيب بعد كده لما اجي اشوفها مكعبه اللي هي الحجوم، لما اجي احول من متر مكعب للديسي متر مكعب، ومن الديسي متر مكعب للسنتي متر مكعب. خلي بالك ان خدناها برضه في صغيره رابعه، الديسي متر مكعب ده هو اللتر، والسنتي متر مكعب هو الايه؟ الملي لتر. لما اجي احول من متر مكعب للديسي متر مكعب كنت بضرب في 1000، ومن الديسي متر مكعب للسنتي متر مكعب برضه بضرب في ايه؟ في 1000. هناخد حاجه جديده بقى السنه دي ولازم نحفظها، ازاي احول من الفدان للقراط ومن القراط للسهم. قال لك ان الفدان ده في 24 قراط، يعني بضرب في 24، والقراط في 24 سهم. كمان كنا خدنا ان اليوم الاولاد دي مهمه هتقابلنا في الدرس والوحده الاولى كلها، اليوم كان فيه 24 ساعه، يعني احول من يوم للساعه بضرب في 24، والساعه كانت فيها 60 دقيقه والدقيقة فيها 60 سنة. ده أول حاجة عندي، التحويلات دي لازم نكتبها كده في الكراسة وإيه؟ ونحفظها. طيب بعد كده هنخش بقى في الدرس بتاع النهاردة اللي هو بيقول لك يعني إيه كلمة نسبة؟ بيقول لك إن النسبة دي أنت عايز تقارن بين حاجتين. النسبة دي بيقول لك التعريف بتاع النسبة هي مقارنة بين كميتين من نفس النوع ومن نفس الوحدات. الوحدات ده يعني التمرين اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه ده، يعني زي ما اجي اقارن بين كميتين لازم لو كانت الاولانيه بالكيلو متر يبقى دي بالكيلو متر، باللتر يبقى دي باللتر، بالسنتي يبقى دي بالسنتي. طب لو انا على مثال كده لو انا عايز اقارن بين حاجتين، يقول لك لو انت كنت شاري شنطه اذا كان ثمن حقيبة 90 جنيه، وثمن كتاب 45 جنيه. أول حاجة بيقول لك قارن، قارن يعني هات النسبة. بيقول لك أول حاجة النسبة رقم أ، هات النسبة بين ثمن الحقيبة إلى ثمن الكتاب. طيب عايز ثمن الحقيبة إلى ثمن الكتاب، يبقى انا بكتبها صورة نسبة ازاي؟ بقول ثمن الحقيبة ثمن الحقيبة إلى يعني على، بكتبها بالشكل ده ثمن الحقيبة إلى ثمن الكتاب. هو مديني ثمن الحقيبة كام؟ 90 جنيه عشانها وأعوض مكان ثمن الحقيبة، وثمن الكتاب 45 جنيه. بقول لك النسبة دي لازم تكون في أقصى صورة، ودي الحاجات دي بقى سنة رابعة، عايزة أبسط الكسر ده كان كده، كان عايزين نخليه في أقصى صورة، قال لك لو أقول هنا صفر وهنا أقول خمسة، كنا بنقسم على بسط المقام على خمسة، لازم البسط المقام على نفس العدد. نيجي نقسم 9 على 5 مش هتنفع، ننزل لغاية ما نلاقي 5 على 5 فيها الواحد، والصفر وبقى هنا من 9 كام؟ 4، يبقى 40 على 5 فيها كام؟ 8، 45 على 5 عارفينها ب 9، لسه فيها تبسيط تاني، نقسم هنا على 3 على 2 على 9 اكبر حاجه ممكن، هنا على 9 وهنا على 9، 18 على 9 فيها 2 و9 على 9 فيها الباقي، فده بقى 2 على 1. قال لك ممكن تكتبها بصوره ثانيه اللي هي 2 الى 1، ده الشكل الثاني للنسبه. طب لو عندك سؤال هات النسبه بين ثمن الكتاب الى ثمن الحقيبه، نفس الكلام بس اللي بيتكتب اللي بيتقال الاول بيتكتب فوق واللي بيتقال الثاني بيتكتب تحت، يعني لو قال كده رقم ب هات النسبه بين ثمن الكتاب الى ثمن الى يعني على الحقيبه، هتعمل ايه؟ قال لك اهو زي ما انا كنت هكتب الاول اللي قال الاول هكتبه فوق، يبقى ثمن الكتاب
اللي هي ثمن الحقيبة. ثمن الكتاب ادونا 45 جنيه، ثمن الحقيبة 90 جنيه، وابدا اختصر اقول لحد عندك 5 ولحد هنا صفر، يبقى بس بصي المقام على 5. 45 على 5 كانت 9، 90 على 5 لسه عاملينها فوق طلعت 18. هنيجي نختصر هنا، خلي بالك على 9 بصي المقام، 9 على 9 كان 1 و18 على 9 كان 2. هنا ايه غيرها؟ ايه دي 2 على 1 الى 1، دي 1 الى 2، 1 الى 2. طيب تاني حاجه على القدره بيقول لك الطرق، طرق التعبير عن طرق التعبير عن النسب. لو مدينا الاعمار عن العددين 3 و5 بطريقتين. 3 و5 دي عادي، العددين دول اعبر عنهم بطريقتين مختلفتين. قال لك 3 و5 دي ممكن اكتبها 3 على 5، ودي اسمها الطريقه الاولى. وخلي بالك عندك الثلاثه ده كله بنسميه، هنسميه اما الحد الاول، والخمسه دي هنسميها الحد الثاني، او نسمي الثلاثه دي مقدم النسبه، الثلاثه برضو نسميها مقدم النسبه، والخمسه دي هنسميها تالي النسبة، أو نسمي التلاتة دي العدد الأول، والخمسة دي هنسميها العدد التاني. أي حاجة بقى هتكتبها هتعتبر صح. يبقى لو عايز أعبر عن العددين 3 و5 بطريقتين، أول حاجة مكتوب 3 على 5، دي الطريقة الأولانية، هكتبها صورة بسط ومقام. الأولاني ده اسمه لا، اسمه الحد الأولاني، أو اسمه مقدم النسبة، أو اسمه العدد الأولاني. طب الخمسه دي هسميها لما الحد التالي، او اسميها تالي النسبه، او اسميها العدد التالي. طب دي الطريقه الاولى. طب الطريقه الثانيه، قال لك بدل ما تكتبها 3 على 5 تكتبها الى، الى دي يعني موجودين فوق بعض، هتكتب كده 3 الى 5، وده برده اسمه الحد الاول، او اسمه مقدم النسبه، او اسمه العدد الاول، وده اسمه تالي النسبه، او اسمه الحد التالي، او اسمه العدد التالي. دي اسمها طرق التعبير عن النسبه. طب نبدا بقى ناخد تمارين ونعرف ازاي احنا بنحل. بيقول لك اكتب الاعداد الاتية في ابسط صورة. اول حاجة كاتب لك 35 على 49، رقم ده كاتب 3/4 و7/8. تعالى نبدأ نحل اول حاجتين عليه. كاتب 45 على 49، عايز يخلي الاعداد دي في ابسط صورة. احنا خدنا فأبسط صورة ده من سنة رابعة. طيب احنا كنا بنبص عند ال 35 و49، ايه العامل المشترك ما بينهم؟ او هما الاثنين بيقبلوا اسم على ايه؟ قال لك مش هتلاقي غير السبعة. ال 35 هبدا اقسمها 35 على 7 و49 على 7. 35 على 7 فيها الكام؟ فيها 5. 49 على 7 فيها الكام؟ فيها 7. يبقى انا كتبتها 5 على 7. او اكتبها بالطريقة الثانية اللي هي 5 الى 7. طيب عندك عددين تانيين اللي هو الكسرين، عايز تقارن ما بينهم 3 على 4 و7 على 8. طب هقارن بينهم ازاي؟ قال لك لما عندك كسرين كده هو تكتب 3 على 4 الى 7 على 8. الالة دي يعني على ربنا في سنة 5، الالة العدد بتتحول الى بره، وبقلب الكسر اللي بعديها خلي المقام في البسط والبسط في المقام، يبقى 3 على 4 في 8 على 7. وهبدا اختصر بشوف يبقى اسم على ايه؟ وقسمت هنا على 4 في 1 على 4 في 2، يبقى 3 في 2 اضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 3 في 2 ب6 و1 في 7 ب7. كتبتها 6 على 7، او اكتبها 6 الى 7. طب ناخد تمارين تانية. لو قال لك 1.5 الى 1.5 على 9، ده عدد صحيح وكسر الى عدد صحيح وكسر. قال لك اول حاجه هتعملها لما تشوف عدد صحيح وكسر لازم ترفع الكسر. طب انا ارفع الكسر ازاي وادينا في سنه رابعه؟ قال لك لما تيجي ترفع الكسر بثبت المقام وباخد العدد الصحيح اضربه في المقام والناتج اجمعه على البسط، يبقى بضرب 1 في 6 ب6 ومعايا 1 فوق جمعته عليه يبقى 7، اصبحت 7 الى 6. هثبت هنا المقام برده 9، وهضرب العدد الصحيح في المقام والناتج هجمعه على البسط، يبقى 1 في 9 ب9،
9 زائد 5 14. طب هنا الواحد زي اللي انا لسه واخدها قبليه اصبح كسر الى كسر وبينهم على